أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، ونبدأها بالعناوين. ارتفاع ضحايا التفجير الانتحاري في المكلا إلى 27 قتيلا وأكثر من 60 جريحا. وفد الحكومة في مشاورات السلام يؤكد عدم إحراز أي تقدم نتيجة تعنت وفد الميليشيا. بعد ما هذه الأزمة مع الحروب هذه توقفت كثير من الأسواق. الفل في الحديدة كساد بسبب الحرب يضاعف معاناة المزارعين. أهلا بكم. قالت مصادر طبية في حضرموت إن عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا لطالبي التجنيد ارتفع إلى 27 قتيلا، وأوضحت المصادر أن أكثر من 60 جريحا يتلقون العلاج في مستشفيات مدينة المكلا، فيما حالة عدد منهم لا تزال حرجة، وهو ما يعني أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. وكان انتحاري يحمل حزاما ناسفا قد فجر نفسه في تجمع لأبناء مدينة المكلا أثناء وقوفهم أمام معسكر النجدة لطلب الانضمام في أجهزة الجيش والأمن، هذا وتبنى ما يعرف بتنظيم الدولة داعش العملية الإرهابية. وتشهد مدينة المكلا هجمات إرهابية منذ تحرير قوات الجيش الوطني المدينة من عناصر تنظيم القاعدة نهاية شهر إبريل المنصرم. أكثر من 25 من طالبي التجنيد كانوا فريسة للإرهابي الذي فجر نفسه صباح اليوم في مدينة المكلا، عملية إرهابية جديدة استغلت الفراغ الأمني وتدافع المئات من الشباب للتجنيد في معسكر قوات النجدة. بعد يومين من استهداف قيادة المنطقة العسكرية تحولت العمليات الإرهابية في حضرموت وتصاعدت بشكل دراماتيكي بالتزامن مع كشف قائد المنطقة العسكرية الأولى عن تمكن قوات الجيش من ضبط عشرات السيارات المفخخة واعتقال أكثر من 100 شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في المكلا والشحر والغيل وغيرها من المناطق. تعاني محافظة حضرموت من اختلالات أمنية كبيرة جراء سيطرة تنظيم القاعدة على أجزاء واسعة منها لأكثر من عام، وتفكيك الأجهزة الأمنية وتعرض عشرات الضباط والعسكريين للاغتيال خلال الفترة الماضية. استهداف المجندين الجدد في المكلا اليوم أعاد للأذهان عمليات مشابهة تم تنفيذ إحداها في مدينة عدن مطلع العام الجاري، وقبلها في العاصمة صنعاء استهدفت أواخر العام 2014 المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. هي معركة وجود ونفوذ بين القوات الحكومية وبين تنظيم القاعدة، وتحضر في الأثناء تشعبات عديدة وأطراف متعددة تحاول إبقاء الوضع في المكلا ومناطق أخرى ملتهبا وغير قابل للاستقرار. إلى ذلك أدان اجتماع عقده الرئيس عبد الرب منصور هادي مع مستشاريه العمل الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الشباب الأبرياء في مدينة المكلا في حضرموت، وأكد الاجتماع أن تلك الأعمال الدنيئة ومن يقف خلفها ما هي إلا محاولات يائسة للتقليل والنيل من الانتصارات التي سطرتها قوات الجيش الوطني لاستتباب الأمن والاستقرار. وحث الاجتماع السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية لمواصلة نجاحاتها بالتعاون مع المواطنين لمحاربة قوى البغي بأشكالها وصورها المختلفة. ومعنا من المكلا مراسلنا محمد اليزيدي. محمد،
ماذا عن آخر تطورات المشهد عقب التفجير في مدينة المكلا؟ نعم، قبل قليل عدنا من مستشفى من هيئة مستشفى المدينة بالمكلا، لاحظنا هنالك أن السلطات تمكنت من التعرف على 19 جثة فقط، 8 جثث لم يتم التعرف على أصحابها. حصيلة تبلغ 27 شهيد وأكثر من 60 جريحا، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكبر من ذلك. إدارة هيئة مستشفى ابن سينا أخبرتنا أنها تعاني من نقص كبير في الإمدادات الطبية، في نقص الدم، خصوصا أنها أطلقت نداء للمواطنين بسرعة التوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم لإنقاذ الجرحى. عفوا محمد، ذكرت الصعوبة في التعرف على بعض الجثث، لماذا؟ صعوبة نتيجة لأن كثير من الجثث إما متفحمة أو نعم فهمتك، تناثرت كأشلاء فلم تصب. نعم أكمل. نعم نسمعك. السلطات الأمنية في محافظة حضرموت بدأت بفرض طوق أمني مشدد حول المواقع الأمنية والعسكرية في المدينة، انتشار أمني كبير في شوارع المدينة، نقاط التفتيش زادت بشكل كبير، هناك تفتيش دقيق للمرتبات والهويات والسيارات بحثاً عن عناصر من القاعدة أو خشية تسرب عناصر من القاعدة المدينة، أو حتى بحثاً عن سيارات مفخخة تستعد لتنفيذ هجمات أخرى، مع تأكيد السلطات أن لديها معلومات حول وجود سيارات تستعد لتنفيذ مثل هذه المهمات. طبعاً محافظ حضرموت أصدر بياناً أدان فيه العملية وأكد على استمرار ملاحقة عناصر القاعدة بالمكلا. بيانات الإدانة تواصلت كذلك، صدر بيان عن قيادة المنطقة العسكرية والتحالف العربي في المكلا بإدانة هذه العملية وأكد استمرارية المعركة. نعم كان معنا مراسلنا محمد اليزيدي من المكلا، شكرا جزيلا لك. سياسيا، نفى مصدر مسؤول في الوفد الحكومي لمشارة السلام اليمنية في الكويت حدوث أي توافق مع وفد الميليشيا الإنقلابية لتشكيل حكومة توافقية، وذلك بعد أن تناولت وسائل إعلام أنباء عن توافق الأطراف على تشكيل حكومة وفاق مع الميليشيا. وناقلت وكالة الأنباء الرسمية سبا عن مصدر في المشاورات أن هذه التسريبات ليست إلا محاولة من الميليشيا لمغالطة الرأي العام وتضليله والهروب من الاستحقاقات المطلوب تنفيذها لإحلال السلام في اليمن. وبحسب المصدر الحكومي فإنه لم يحصل أي تقدم يذكر في المشاورات بسبب تعنت وفد الميليشيا وبسبب رفضهم المرجعيات المقرة مسبقا. إلى ذلك، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ إن هناك أفكارا بدأت تتبلور في المشاورات بما من شأنها الوصول إلى السلام في اليمن. وأوضح ولد الشيخ في مؤتمر صحفي أن طرفي المشاورات اتفقا مبدئيا على الإفراج عن نصف المعتقلين والأسرى قبل شهر رمضان المقبل. وأكد المبعوث الأممي أن المشاورات مستمرة رغم ما تردد من أخبار عن تعثرها وتوقفها، مشيرا إلى أنها تمضي وفق مرجعيات القرارات الدولية والمبادرة الخليجية. مشاورات الكويت فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر. تقديم التنازلات للتوصل إلى حل سلمي ليس بأمر غريب، فالغريب هو الإصرار على النزاع وعدم تقديم التنازلات. الشعب اليمني متحد بمطالبتكم بالسلام، اتحدوا بالسماع لندائه المطالب بالسلام. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودولة الكويت يضعون كل الدعم السياسي واللوجستي والدبلوماسي لمساعدتكم، فلا تفوتوا هذه الفرصة. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح إن بلاده ستقدم كل ما من شأنه إنجاح المشاورات بما يحقق السلام في اليمن. وأكد الوزير الصباح أن الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها أمور محسومة ولا يمكن الخروج عنها. جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي للاطلاع على نتائج المشاورات. وقال المخلافي إنه لم يحدث أي تقدم يذكر خلال لقاءات أطراف المشاورات أمس السبت، وأشار إلى أن استراتيجية الإنقلابيين هي عدم تسليم السلاح للتقدم في المشاورات.
على صعيد متصل أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن فك الحصار عن مدينة تعز ووقف قصف المدنيين يمثلان قضية يومية للوفد الحكومي في مشاورات الكويت، ودعا المخلافي الأمم المتحدة والعالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والعمل مع الحكومة لرفع الحصار عن المدينة ووقف قصف الميليشيا العشوائي الذي يحصد يوميا المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين. إلى ذلك، دان المنتدى العربي الصيني في ختام أعمال الدورة السابعة محاصرة ميليشيا الحوثي لمدينة تعز، ودعا المنتدى ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح إلى الالتزام بإجراءات بناء الثقة التي تعهدت بها والانصياع للقرارات الدولية وتيسير أعمال المساعدات الإنسانية. وأكد في اجتماعه الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله. وفي تعز استشهدت امرأة وجرح 8 مدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا قصفت عشوائيا حي صينا وحارة السعيد وشعب بشير شمال المدينة ومواقع في الوازعية، كما قصفت الميليشيا مواقع المقاومة في ثعبات والضباب، ما أسفر عن إصابة 6 من أفراد المقاومة. وفي تعز أيضا أشهر المجلس الطلابي في المدينة بحضور ممثلين في السلطة المحلية وقيادات طلابية، هذا وتوقف التعليم في جامعة تعز وعدد من مدارس المدينة مع سيطرة الميليشيا وتدميرها للكليات، وكذا لانخراط عدد من الطلاب الجامعيين في المقاومة لمواجهة الميليشيا. مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل. الكل تضرر من حرب الميليشيات الانقلابية في تعز، حتى التعليم. منارة الشعوب لم يسلم، فقد سعت الميليشيات الانقلابية إلى تدميره بوسائلها المتنوعة والمختلفة. لقد تضرر القطاع التعليمي في مدينة تعز ضررا كبيرا بسبب للأسف الشديد يعني احتلال جامعة تعز. أولا تقريبا كل مباني جامعة تعز احتلت من قبل الميليشيات، وتم إيقاف التعليم منذ أكثر من عام. المدارس أيضا توقفت داخل مدينة تعز بكل مستوياتها. فمن وجع الحرب يبرز المجلس الطلابي الوطني ككيان مستقل يسعى إلى المساهمة في بناء الوطن وترسيخ قيم المدنية لتحقيق الشراكة والمواطنة المتساوية. واليوم نحن نشهر هذا المجلس لكي يكون لنا كيان يطالب ويرفع صوتنا إلى العالم أجمع. من أجل اليمن، العديد من الشهداء والجرحى قدم هؤلاء الطلاب في سبيل الدفاع عن مدينتهم، مؤكدين عزمهم على المضي قدما لبناء الوطن بكل الوسائل المتاحة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. إلى ذلك، زار محافظ تعز علي المعمري عددا من المدارس والمراكز الامتحانية للاطلاع على سير العملية التعليمية في المحافظة. وأشاد المعمري بالطلاب الذين لم تثنهم الحرب والظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة من الذهاب إلى المدارس ومواصلة العملية التعليمية. كل طالب في تعز اليوم قائد وأستاذ ومعلم ومجاهد ومكافح. نتعلم من هؤلاء الطلبة ونحن نزورهم الإصرار والعزيمة ومواصلة العملية التعليمية. كل طالب في تعز قام وقيمة، كل طالب في تعز مجاهد عظيم. هؤلاء الذين يصرون على التعليم والتعلم في ظروف حرب وظروف قتال، وهم مصرين إلا أن يعلوا من شأن التعليم. تعز العنوان الواضح لها أنها مدينة العلم، مدينة من جهته، أثنى قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي على الطلبة، وقال إن تواجدهم في المدارس لا يقل شرفا عن تواجد المقاومين في متارس القتال.
مدارس تعز للطالبات للطلاب وطالبات المرحلة الأساسية وأيضا المرحلة الثانوية. فوجدنا الطلاب في المدارس لا يختلفون عن المقاتلين في جبهات القتال، تواجدهم في ظل الحرب، في ظل الصواريخ، في ظل قذائف المدفعية والهونات التي تتساقط على المدينة، وتواجدهم داخل الفصول لا يختلف عن تواجد الجيش الوطني والمقاومة في مدارس القتال. والله إن اليوم شعرت بارتفاع معنوية عالية لاستمرار العملية التعليمية في ظل هذا الوضع الذي تعانيه تعز من حصار وقصف وتدمير اللي تقوم به الميليشيات الانقلابية. إلى محافظة الجوف، حيث عقد ائتلاف الإغاثة والتنمية بمحافظة الجوف اللقاء التشاوري الثاني بشأن إغاثة النازحين، ويهدف اللقاء إلى مناقشة الخطة المستقبلية لإغاثة النازحين الذين فروا من منازلهم نتيجة الحرب. كما تطرق اللقاء إلى إمكانية سد احتياجات الأسر النازحة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب. وفي الجوف أيضا، قال مدير مستشفى الجوف عدنان بجاش إن المستشفى يستقبل أعدادا كبيرة من الحالات للمرضى، إذ استقبل خلال شهر إبريل الماضي ما يقارب 2800 حالة في الطوارئ و2400 حالة في العيادة العامة. وأضاف بجاش أن المستشفى يعاني من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتطلب استكمال تشغيل بقية الأقسام والعمليات فيه. ما إن تم تحرير معظم مديريات الجوف من سيطرة الميليشيا الانقلابية التي كانت في مقدمتها مديرية الحزم ومركز المحافظة، حتى عادت الحياة في بعض المرافق إلى طبيعتها. مستشفى الجوف العام باعتباره المستشفى الوحيد والأكبر في المحافظة الذي ظل مغلقا منذ ما يقارب 5 سنوات، جهود كبيرة بذلت مؤخرا من قبل قيادة المحافظة وإدارة المستشفى لإعادته للخدمة ولو بإمكانيات ضئيلة لا تفي بتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية. هذا المستشفى والمستشفى الرئيسي بالمحافظة، مستشفى الجوف العام، كان مغلقا لعدة سنوات طويلة مهجورا. عندما أتينا إليه لإعادة تأهيله وتشغيله واجهتنا صعوبات كثيرة، منها عدم اعتماد موازنة تشغيلية لهذا المستشفى. على الرغم من عدم استكمال تشغيل جميع أقسام ومرافق المستشفى، إلا أنه يقدم خدماته في الطوارئ والعيادات الباطنية ويستقبل حالات كبيرة من المرضى. فخلال شهر إبريل الماضي استقبل المستشفى قرابة 2800 حالة في الطوارئ و1400 حالة في العيادة العامة. وبخصوص الأمراض النسائية تغيب خدمات المستشفى في هذا الجانب، كما أن المستشفى لا يستقبل حالات مرضية نسائية. الحالات نستقبلها قليلة للنساء، لأنه لا يوجد لدينا طبيبة نساء أو ولادة، ولا يوجد لدينا هنا مكتب للصحة الإنجابية. خدمات النساء عندنا ما زالت قليلة جدا، ضعيفة. ما تزال الكثير من الصعوبات تهدد هذا المرفق الصحي بالتوقف، إذ ما يزال بحاجة للدعم لاستمرارية تشغيله بالمستوى المطلوب من حيث الكادر والبنية التحتية وترميم المبنى ودعمه بالأجهزة والمعدات الطبية. يعاني القطاع الصحي في محافظة الضالع من تدهور مستمر، خاصة أقسام الفشل الكلوي والكبد والسرطان، وهو ما يدفع المرضى للذهاب إلى محافظات أخرى للعلاج. مراسلنا محمد المريسي والتفاصيل. سنوات عدة تكابد فيها محافظة الضالع أنين مرضاها الذين رمتهم الظروف خارج حدود الإنسانية. هذا هو حال مرضى الفشل الكلوي والكبد والسرطان الذين يقضون معظم أوقاتهم بالتنقل بين المحافظات الأخرى للبحث عن العلاج بسبب غياب أبسط الخدمات الصحية في المحافظة. بسبب الظروف والحرب التي شاهدناها تعثرنا في بعض الخطوات، لكن الحمد لله كما تشوفون العمل جاري. مؤسسة تراحم إحدى المؤسسات التي بادرت بمشروع إنساني تمثل في إنشاء مركز للغسيل الكلوي ووحدات لعلاج الكبد والسرطان، والذي يعتبر الأول في محافظة الضالع، واستطاعت من خلاله زراعة الأمل للمرضى الذين قست عليهم ظروف الحياة. هدف المؤسسة رعاية مرضى الأمراض المزمنة وخاصة مرض الفشل الكلوي، سرطان الكبد.
إضافة إلى إقامة المشاريع الصحية. لدينا 346 حالة مسجلة لدينا في مقيدين في مؤسسة التراحم. غياب الدولة وخدماتها لا يعني غياب الإنسانية، فقد بادر شباب من مدينة قعطبة وبإشراف مؤسسة التراحم بفتح فرع لها لاستقبال الحالات وتوفير الأدوية بهدف التخفيف من معاناة المرضى الذين يتواجد أغلبهم في الأرياف. مرتي تعاني من مرض السرطان لمدة من 2007. بحكم إن احنا نعرف أوضاع البلاد، فاضطرينا احنا مجموعة يعني كشباب نعمل هذا الفرع بافتتاح، والحمد لله بشخصيات مهمة من قعطبة وقفوا معانا. لم تقتصر معاناة المواطنين عند الفقر والجوع وويلات الحرب والدمار، بل جاءت الأمراض المزمنة لتكتمل دائرة الموت المحكمة على اليمنيين. محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع. إلى حضرموت، حيث ينظم آلاف الزوار من مناطق يمنية مختلفة ودول أسيوية فعاليات إلى زيارة قبر نبي الله هود عليه السلام في محافظة حضرموت وفي منطقة برهوت تحديدا. وخلال الزيارة يتم إحياء عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية كسباق الجمال وغيرها من الأنشطة التي تشهدها هذه المناسبة. التقرير التالي والتفاصيل. مع بداية شهر شعبان من كل عام تبدأ معه زيارة أبناء حضرموت والعديد من أبناء البلاد ودول شرق آسيا وأفريقيا قبر النبي هود والواقع بالقرب من بئر برهوت الشهيرة، وهو تقليد ديني وشعبي يعود إلى مئات السنين بل آلاف السنين قبل الإسلام حسب المراجع الموجودة، حيث يستعد أرباب الإبل المشاركة في الزيارة قبل أيام بتزيين جمالهم عبر النقوشات المتنوعة على جسم الراحلة باستخدام الحناء، فتتنوع العبارات والرسومات وسط حضور من قبل مختلف شرائح المجتمع. عندنا زيارة نبي الله هود زيارة سنوية نلقاها في 7 من شعبان ونرجع 14 من شعبان، نصبر في أول يوم هذا يسمى الفصل، يعني يبون ركابهم للحناء، وإن شاء الله بكرة مسرح يبدأ مسرح من هنا من تريم. هزيج وقصائد شعرية يتغنى بها أرباب الإبل. تقطع قافلة الإبل مسافة 140 كيلومتر مشيا إلى وادي قبر هود وترديد الأبيات الشعرية المتعارف عليها منذ القدم، ويسعى القائمون على الزيارة بتنظيم سباق للجمال قبل الدخول إلى الشعب بمنطقة عينات وقسم والخون، ولأهل التريم في هذا السباق النصيب الأكبر، ويتكرر السباق بضع مرات قبل الوصول إلى الشعب. تعتبر أيام الزيارة أيام عطلة عن العمل بالنسبة للمزارعين والعمال، فيحرص عدد كبير منهم لحضورها ومتابعة فقرات الزيارة منذ البداية حتى النهاية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت. في الحديدة تسببت الحرب بتوقف العديد من أسواق بيع الفل، وهو ما ضاعف من معاناة المزارعين والعاملين في تسويقه داخل البلاد أو حتى تصديره إلى الخارج. التفاصيل أوفر في سياق التقرير التالي. على ساحل البحر الأحمر تقع مدينة الحديدة، المحافظة التي اكتسبت شهرتها من لطائف كثيرة، من أهمها شجرة الفل العطرية التي تنبت في المناطق الدافئة والمعتدلة كالسهل التهامي. لم يعد هذا التجمع لبائعي الفل هنا مجديا، فقد تسببت الحرب وغياب الدولة بإغلاق عدد من الأسواق التي كانت تزهر بعرض وتسويق الفل، كما تسببت في توقف عملية تصديره إلى خارج البلاد. الحروب هذه توقفت كثير من الأسواق، منها اللي يروح كان تعز وعدن والحديدة، ما فيش أسواقنا. أغلب الأسر في هذه المديريات التي تزرع الفل كانت تعتمد في دخلها بدرجة رئيسية على تجارة الفل، ولذلك حدث تراجع كبير في مستواها الاقتصادي. يقول المزارعون هنا إن انخفاضا شهدته أسعار الفل، حيث أصبحت تكاليف زراعته أكبر من قيمة مبيعاته.
تودينا 4000 سيرة الألف. الآن سيرة قاعدة 870 ما تجاوز أنكذا بسبب التسديد. تتميز بلادنا إلى جوار بلدان أخرى في زراعة الفل كحوض البحر الأبيض المتوسط ومصر والسعودية وبلاد الشام إلى جانب الهند والصين، ويستخدم في أغلب المناسبات كالأعراس والاحتفالات المختلفة. ختام النشرة نذكركم بالعناوين: ارتفاع ضحايا التفجير الانتحاري في المكلا إلى 27 قتيلا وأكثر من 60 جريح. وفد الحكومة في مشاورات السلام يؤكد عدم إحراز أي تقدم نتيجة تعنت وفد الميليشيا. بعد ما هذه الأزمة مع الحروب هذه توقفت كثير من الفل في الحديدة، كساد بسبب الحرب يضاعف معاناة المزارعين. مشاهدينا، قدمنا لكم هذه النشرة من قناة بلقيس، ونذكركم بإمكانية العودة لموقع القناة الإلكتروني والتفاعل مع صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.